بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. في الفيرجن 2.79 كنا اتكلمنا أو عملنا عدة دروس عن ازاي نصمم كالكوليتر اللي هو الموديل 991، لكن في هذا الدرس هنبدأ ب 2.8. أولا كالعادة هنبدأ ببلين، هذا البلين جي في الواي. هنستفيد من الميرور مؤقتا ونضيف ممكن تفاصيل بعد ذلك، فالميرور موديفاير لان في سيمتريا في اتجاه الواي في اتجاه الاكس، فممكن نحرك بهذا الشكل. هنعمل تريسنج او تتبع للجزء اللي هو الفضي، ف اد لوب كات، اديت لوب كات في الاكس في الاكس. هنختار فيرتكس ونحرك في اتجاه الواي بهذا الشكل. الجزء السفلي فده يجي في الاكس، ممكن يكون على هذا الاساس، وممكن تولو كات ونحركهم في اتجاه الاكس وفي اتجاه الاكس. بعد ذلك ده كده هيكون عبارة عن اللي هو الجزء الفضي. الخطوة اللي بعد ذلك هنختار الفيس ونزل في الوار فريم وفي الإيدج مود باي، هنختار 2 من الكيبورد ونختار الإيدجز على هذا الأساس، وإكسترود سكيل شيفت زي 1.01. تمام، هنختار ال edges افترض الميرور موديفاير كان يكون في كليبنج، ممكن نختار الفيرتكس يجي في الاكس. ميرور كليبنج يجي في الاكس على هذا الاساس. هنختار فيرتكس معينة اللي هي التلاتة فيرتكس، ويجي في الزي. مفترض كنا بدأنا بدايمنشنز عشان الديبس ريكورد مؤقتا، الايدجز اللي هي هنا برضو محتاجة كليبنج، فنختار ايدج جي في الاكس، نفعل الكليبنج مرة اخرى وجي في الاكس. بنحاول يعني يكون الخطوات ابسط ما يمكن، ولان
دروس 2.8 ما نزلناهاش على الكنا، فنختار عدة فيرتكس وليكن الخمسة فيرتكس على هذا الأساس، وجي في الزي في اللي هو الرايت فيو. كده احنا كده ماشيين صح. جي في الزي وأخيرا جي في الزي. هنختار البوردر اللي هو الرئيسي بهذا الشكل، و شيفت دي زي سيبرت باي سيلكشن. هنختار البوردر مرة أخرى فقط، البوردر فقط، و اكسترود في الزي. جي في الزي واسكيل في الزي زيرو. وإذا المسافة تكون بهذا الأساس، وممكن نختار فيرتكس معينة واكسترود في الإكس. في الفيسز وأيضا في هذا الفيس تبقي عندنا جزء، هذا الجزء وهذا الجزء. اللي هيحصل اننا ممكن ريموف دبل، ريموف دبلز تمام. هذا الفيس ممكن كنا نختار اول و الت ام. في الفيرتكس ميرجي فيرتسيز هنا في كام فيرتكس، هنا في 2 فيرتكس في الت ام ات سنتر، وها هنا في كام فيرتكس، في 2 فيرتكس في الت ام ات سنتر، بحيث اننا اخترنا وحركنا بهذا الشكل فيظهر عندنا ان في فيرتكس واحدة. وممكن نرجع تاني من اللوكال فيو. اذا اصبح عندنا الكالكوليتر بهذا الاساس. الخطوة اللي بعد ذلك هنضيف التفاصيل زي مثلا الباتونز وزي البوردر بهذا الشكل. فممكن سيلكت اول شيفت دي في الاكس
move to new collection ونسميه ليكون deleted، ونخفي deleted بهذا الشكل. هنفعل المرور modifier هنيجي على الجزء هذا الجزء هو المفترض نختار الفيرتكس او الفيسز الجانبية بهذا الشكل والإكسترود سكيل إكس وجي في الواي اللي احنا عايزين نضيفه فيه بوردر بهذا الاساس اللي هو البورد الازرق، فممكن سيلكت اول اكسترود سكيل شيفت زي وفي الوير فريم هنختار جي في الواي ممكن سلايد ولكن جي في الواي فهننتهي في هذا الدرس عند الشيب الرئيسي ونستكمل إن شاء الله إضافة تفصيل في الدرس القادم.